بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ونحن نحمل في بدايات هذه الدورة العنوان الذي هو في حقيقته جزء من آية في سورة عظيمة خصصت لها هذه الدورة المباركة، ليزدادوا إيمانا. سورة الفتح التي بين أيدينا هذه الليلة المباركة وهذه الليالي المقبلة علينا بإذن الله، سورة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. فماذا في سورة الفتح؟ تلك السورة المدنية المباركة التي وصفها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بأنها أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذه السورة المباركة ما فيها من المزايا والخصائص التي أعطيت لنبينا الكريم التي تدل على مكانته وعظيم فضله وخدمته لهذه الرسالة الكريمة على مر العصور، لا تختص فقط بمزاياه عليه الصلاة والسلام، بل جاءت وتحمل في طياتها من الفتوحات والبشائر والمسرات والأخبار الطيبة، ليس فقط لذلك الجيل الرعيل الأول المبارك الذي حمل معه رسالة القرآن، ليس فقط لأولئك الأشخاص الذين كانوا معه في كل تلك المواضع الكريمة المباركة، رحلوا معه وارتحلوا، سافروا وسكنوا، هاجروا وهجروا، والتقوا معه في كل كلمات القرآن التي كانت تتنزل على قلوبهم قبل أن تتلفظ بها شفاههم. سورة الفتح لا تحمل فقط بشارات لهؤلاء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بأن كانوا هم الجيل الأول الذي حمل رسالة القرآن، ولكنها تحمل فيما تحمل بشارات لنا نحن بكل العصور بكل الأزمنة بعد كل تلك السنوات والقرون، ونحن نتلو آيات هذا الكتاب كل واحد فينا سيجد له نصيب في هذه السورة المباركة، ولذلك سميت سورة الفتح. سورة الفتح، وقد اعتدنا ونحن نتدبر في سور القرآن أن نتلمس بعض الجوانب المتعلقة بالظروف التي كانت تمر بها تنزلات هذه السورة الكريمة. سورة الفتح نزلت في وقت وفي زمان كانت فيه قلوب المسلمين وقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتدت به الكرب والهموم، وضاقت عليه الأحوال، وكان في طريقه من مكة إلى المدينة أو من الحديبية بالأحرى إلى المدينة راجعاً، وقد أثقلت عليه الهموم والكروب، ولنا أن نتخيل للحظات كيف كانت مشاعره صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت أحاسيسه وهو النبي الكريم المبجل يعود مع صحبه الذين زاد عددهم على الألف وقرابة 500 من الحديبية، وكانوا قد ارتدوا حتى ملابس الإحرام بغرض أداء العمرة، ثم حالت بينهم وبين تلك العمرة التي كانت حقا مشروعا لكل الناس قبل رسالة الإسلام، وإذا بقريش بعنادها وعجرفتها وعنجهيتها وعصبيتها وحميتها للجاهلية تحول بينه وصحبه وتلك الرحلة التي كانت نفوسهم قد تاقت إليه. وبدايات القصة، قصة نزول سورة الفتح، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صحيح كان قد استقر به الأمر في المدينة، وصحيح أن المدينة
قد فتحت أبوابها وقلوب ساكنيها له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام. وصحيح أنهم آزروه، وصحيح أنهم عزروه ووقروه، ولكن على الرغم من كل ذلك كانت نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ومعه كذلك الأصحاب تتوق إلى مكة، تهفو إلى مكة، تريد مكة، ذلك الموطن الذي ولد فيه ونشأ وترعرع ومشى على ترابه، على الرغم من أن ذلك التراب في يوم من الأيام كان قد حمل معه ما حمل من الأذى والمواجهة التي كانت بينه وبين قريش، وحالت بينه وبين وصول رسالة القرآن على مدى السنوات الماضية، ولكن بقي الشوق في قلبه ونفسه إلى مكة. فذات يوم جلس يحدث أصحابه وكان البشر قد على وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم: رأيت الليلة رؤيا، رأيت أني قد دخلت المسجد الحرام وأنتم جميعا معي آمنين، محلقين، مقصرين الرؤوس وآمنين في المسجد الحرام، نطوف ونسعى. فالصحابة رضوان الله عليهم حين سمعوا بتلك البشارة اشتاقت نفوسهم أكثر، وعزموا على الرحلة للعمرة، واعتبروا، وكان ذلك حقيقة كما سنأتي عليه، أن تلك بشارة لهم بدخول مكة، وهي فعلا تحمل تلك البشارة، وكلنا يعلم أن رؤيا الأنبياء حق وصدق. عزموا وتجهزوا للمسير إلى العمرة، وكانوا يعلمون، وكان عند العرب قبل الإسلام من المبادئ والقوانين التي يسيرون عليها وتسير عليها قريش في حياتها أنها لا تمنع معتمرا ولا زائرا من دخول الحرم، الحرم لا يمكن أن يمنع زائره. فما كان يدور بخلد أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشا مانعته من دخول الحرم أو من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فأخذوا وساقوا معهم الهدي، وساقوا معهم كما يقال في كثير من الروايات تقريبا حوالي 70 بدنة، كل المؤشرات والظواهر التي كانوا يسيرون عليها كانت تبين وتوضح أنهم ما جاءوا إلا للعمرة، ما جاءوا محاربين ولا جاءوا مجاهدين، وإنما جاءوا زائرين للحرم الذي لا يمنع زائره. ساروا بهم وسار ذلك العدد من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسوقه الشوق معهم قبل أن تمشي به الأرجل والأقدام، حتى وصلوا إلى مكان يعرف بالحديبية، ليس بتلك المسافة البعيدة عن مكة. وقبل أن يصل هناك جاءه الخبر من قريش، نقل إليه النبأ أن يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قريش علمت بمسيرك وقد أقسمت ألا تدخل مكة عنوة. قريش في السنة السادسة من الهجرة، سورة الفتح نزلت في السنة السادسة من الهجرة، كانت قد أنهكتها تلك الحروب والوقائع التي دارت بينها وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واشتطت نيران الانتقام في نفسها، وقالت: بالأمس يقتل منا ما يقتل من أبنائنا وآبائنا وإخواننا، واليوم يدخلها يطوف بالبيت بيننا ونساؤنا وأهلنا ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يهللون ويكبرون، والله لا يحدث ذلك أبدا. قريش ما كانت لا تفهم ولا تدرك، قريش كان فيها من الخوف ما يكفيها ويحفزها أن تحول بين وصول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه والدخول إلى مكة.
كانت تدرك تماما أن طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه ليس ككل طواف الآخرين. العرب من كل القبائل العربية كانت تطوف بالبيت، فما كان لهم ذلك الأثر، وما كانت قريش أصلا تفكر أنها تمنع أحدا، ولكنها أدركت وهي تدرك أن طواف نبينا الكريم ليس ككل طواف، وأن تسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم ليس ككل تسبيح ولا تهليل، سيرج البيت رجا، سيحرك القلوب، سيحرك المشاعر والعواطف، سيجعل ما كانت تخشاه وتخافه قريش حقيقة واقعة ينظر إليها الصبيان وينظر إليها النساء وينظر إليها الشيوخ، فتتأثر مشاعرهم. وكانت تدرك هذا، وهي ما وقفت في وجه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على مدى كل تلك السنوات إلا لتحول بين وصول صوته الشريف وبين أن يصل إلى مسامع الناس، لأنها كانت تدرك أن ذلك الصوت إن وصل ولو بتسبيحة أو تهليلة أو تلبية وهم يطوفون بالبيت سيصل إلى القلوب. ما كان مجرد كلمات، كانت تدرك قريش هذه المعاني، ففعلت كل ما بوسعها وفوق طاقتها لأجل أن تمنع وصول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من الدخول في مكة، وشعرت بالتهديد. ولكن ساقتها تلك العنجهية إلى أن تمنعه منعاً ما كان لها أن تقع فيه أبداً. نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لا ندخل في كل تفاصيل القصة بطبيعة الحال، ولكننا نريد أن نمهد فقط للدخول في أجواء السورة. لما علم بالخبر أرسل كعادته يريد التأكد، وهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام وحكمته، على الرغم من أنه قال يا ويح قريش ما لهم ولي، لو أنهم يحولون يتركوني أمضي إلى ما أنا فيه، إن ظهرت وأظهرني الله ظهروا معي وافرين، وإن ما أظهرني فالأمر لهم. ولكن الأمر عند قريش كان مختلفا والحسابات مختلفة، فأرسل رسولا منه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليتفكر ويتذكر ويتشاور مع قريش ويتأكد من الخبر. في تلك الأثناء قالت قريش قولتها: والله لا يدخلها علينا أبدا، ما يدخل. تأخر وصول الرسول عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر، وكانوا بكل الاستعداد النفسي والمادي قد استعدوا لدخول مكة معتمرين، ما كان معهم من السلاح شيئا، كل الدلائل والأدلة والبراهين كانت تؤكد أنهم ما جاءوا لغزو ولا جاءوا لمعركة ولا جاءوا لقتال، جاءوا لعمرة فقط. الشاهد أنه وصل الخبر والإشاعة بأن قريش قد قتلت عثمان، ولمن من العادات المتعارف عليها في ذلك الزمن لمن يقتل الرسول أو السفير من أي دولة من الدول معناها شن الحرب وليس شيئا آخر. وهنا اشتط غضب المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس بينهم يراهم والحزن قد اعتلى وجوههم وقلوبهم، ويرى تلك القلوب وقد انكسرت. ونحن اليوم، ومن المعروف حتى من الأعذار التي يمكن أن تطرأ على الإنسان حين يذهب إلى العمرة أو الحج، إذا حبسه حابس يحول بينه وبين الوصول إلى الحرم في ظروف ليست بتلك الظروف ولا تشابه الظروف التي منع فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كيف تكون حالته النفسية؟ إنسان حين يحال بينه وبين الدخول إلى الحرم كيف تكون مشاعره؟ وهو جالس
بينهم، صابر ثابت صامد، فيه من الحزن والألم ما يكفي، ولكن ما كان لذلك الحزن ولا لذلك الألم أن يغير من ثباته أو يغير من قيمه في شيء. الحلم، الصبر، التريث، الحكمة، الأناة التي كانت ملازمة له لا تفارقه صلى الله عليه وآله وسلم. مشى في طريقه وبقي في ذلك المكان الذي كان فيه في الحديبية، ودارت الأحداث بسرعة شديدة، وحدثت بيعة الرضوان التي سنتحدث عنها في الآيات في اللقاء القادم بإذن الله، وعزم أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوه. صحيح لم يأتوا معهم بأدوات ولا وسائل للقتال، ولكن من قال أن الناس حين يواجهون أو يقاتلون يقفون فقط عند تلك الوسائل المادية؟ إنها القلوب، إنها الشجاعة، الإقدام، الاستعداد والرغبة للتضحية في سبيل رفع كلمة الحق والدين والإيمان. فبايعوا على النصر، على التضحية، على الشهادة، على القتال حتى آخر رمق فيه، ولم يسائلوه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعتذروا إليه أنه ليس لنا ولا معنا من أسلحة أو أدوات، ولم يتخلفوا عنه ولا في كلمة ولا في خطوة من الخطوات. ذاك هو الإيمان الحق، ذاك هو الإيمان الذي يحمل للمؤمن بشارة الفتح، الإيمان الذي لا يخالجه شك، الإيمان الذي لا تزعزعه ضعف القوى المادية التي تكون في يد الإنسان. يقين بالله سبحانه وتعالى، يقين ما كان وليد لحظة فقط. الإيمان كلنا يعلم يزيد وينقص، والآية تؤكد يزداد إيمانا. كان فيهم من الإيمان، زادته تلك التضحيات، وزادته ذلك الاستعداد والرغبة لأن يقدموا كل شيء في سبيل رفعة كلمة الإسلام. لم تكن القضية أصبحت في ذلك الوقت مجرد عمرة يعتمرونها أو يذهبوا أو يدخلوا بها إلى مكة، قضية تطورت، قضية أصبحت قضية حق أمام باطل، قضية حرية أن يمارس الناس شعائرهم، وبين أن يعيشوا في مجتمعات أو أماكن لا تعطيهم تلك الحرية. إذن تطورت المسألة، ولذلك بايعوه على ما بايعوه كما سنأتي عليه. بعد البيعة قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعود، وقع الصلح بينه وبين قريش. قريش خافت لما سمعت بالبيعة، وكانت تدرك وتفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين حين يعزموا على شيء يعمل لهم ألف حساب. ولنا هنا أن نتساءل، قريش كانت تدرك تماماً أن المسلمين جاءوا حتى بملابس إحرام وليس بملابس حرب، ما معهم دروع، ما معهم إلا السيوف في غمودها، ليست عدة حرب ولا قتال. السؤال يبقى مطروحاً، لماذا أصيبت قريش بالرعب حين سمعت ببيعة الرضوان؟ لماذا أصيبت بالهلع وانخلعت قلوب قريش؟ والمسلمون ما معهم أسلحة ولا دبابات ولا صواريخ ولا أي شيء في الدنيا. كانت قريش تدرك تماماً أن قوة الإيمان الراسخ لا يمكن أن توازيها قوة أخرى، وأن الإيمان حين يرسخ في قلب المؤمن، المؤمن ترخص عند الحياة، كأن الموت يطيب له، لأنه لا يرى في الموت موتاً ولا فراقاً ولا فناءً، وإنما يرى في الموت حياة جديدة ولقاء بالله سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي يكره لقاء الله عز وجل؟ خاصة إذا هذا الإنسان جاء محباً للقائه عز وجل، طالباً إياه، حريصاً عليه، وإلا الموت جاري، سنة الله جاري على الكل، الكافر والمؤمن. الفرق أن المؤمن لا يرى في الموت تلك الرهبة التي يراها غيره، لأنه يرى في ذلك الموت لقاء لله سبحانه وتعالى.
فهانت عليهم الحياة واستحلوا معها ذلك اللقاء. قريش خافت وبدأت ترسل بالرسل لأجل أن توقع مع المسلمين الصلح، ولكن أبت إلا أن تبقى على عنجهيتها وغطرستها. هكذا الباطل في كل زمان ومكان. الباطل بطبيعته أنه منفوش، حجمه كبير من بعيد، ولكن إذا اقترب منه المؤمن يراه بحجمه الطبيعي، غير المؤمن يراه بحجم منفوش مبالغ فيه. فهذا ما حدث مع قريش. المؤمن والمؤمنون كانوا يدركون تماما أن حجم قريش لا يساوي شيئا أمام إيمانهم، على الرغم من عدم وجود أسلحة معهم. ولكن قريش في نظر المنافقين وغيرهم من أولئك الذين تخلفوا عن ذلك اللقاء ووقفوا على جانب وقالوا دعونا ننظر، الحرب واقعة واقعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الكل قبائل العربية لأجل أن تخرج معه في العمرة وليس لشيء آخر ولا لحرب. ولكن الغالبية من هؤلاء القبائل أبت إلا أن تقف موقف المتفرج لترى من الذي سينتصر. محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ليس له معه شيء من الأسلحة. فإذا قريش كانت تدرك الوضع، وهؤلاء الذين وقفوا موقف المتفرج قالوا دعونا ننتظر، الحرب واقع بينه وبين قريش، نريد أن نعرف قريش ستنتصر أم هو. كانوا في شك. المؤمنين لم يكن هناك شك في قلوبهم ولا في أنفسهم، وأقدموا على المواجهة وبايعوه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءت قريش تريد أن تصالحه بشروطها هي وتخضعه وتبقى على عنجهيتها، وكان لها ما أرادت. وتدبروا معي في تلك المواقف التي تؤدي معنا لنفهم كيف كانت الأجواء في سورة الفتح حين نزولها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم عن جهية قريش، ولكنه ما واجه العنجهية بمثلها ولا الحمية حمية الجاهلية بمثلها ولا الكفر إلا بالإيمان، ولا تلك العنجهية والتكبر الغطرسة الفارغة إلا بالحلم والصبر والأنات. الصبر والأنات والحلم التي لا يمكن أن تفارق المؤمن حتى وهو قوي، لأن المؤمنين كانوا أقوياء بدون أسلحة. نحن نتكلم عن السنة السادسة من الهجرة. قريش كانت أضعف، وكانوا قد رجع المسلمون، كانوا قد رجعوا من غزوة الأحزاب، وقريش رجعت بسواد الوجه كما يقولون. فالمسلمون كانوا في موضع القوة، ولكن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم والسكينة التي كانت تتنزل عليه والتواضع الذي هو فيه غير مرتهن بظروف أخرى، القوة تزيده تواضعا والانتصار يزيده حلما، والصبر والأنات والحكمة والحلم مع الطرف الآخر لعله يرجع إلى ذاته ونفسه ما كانت تفارقه. فنزل لقريش عندما طلبت وأرادت، حتى حين جاءت تكتب عقد الصلح في الحديبية أبت عليه أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأبت عليه أن تكتب وتعطيه المسمى الذي هي تؤمن في قرارة نفسها بأنه حق وأنه رسول الله. أبت ذلك فقالت لو كنا نعلم بأنك رسول ما فعلنا ما فعلنا، وهي تعلم وهو يعلم بأنها عنجهية فارغة. ورغم ذلك نزل عند تلك الشروط وأخذ منها، والشروط كما سنأتي عليها في الحلقات القادمة كان فيها مما يتضح بالإجحاف بالمسلمين. واحدة منها أنه من جاء قريش من المسلمين يردوه عليهم، فرأوا المسلمين أن القضية فيها إجحاف، فعلا رأى المسلمون أنها فيها إجحاف لهم،
ورأوا أنها دنية، فلما نعطي الدنية في ديننا ونحن على الحق؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيئا آخر، رأى اليقين والصبر والثبات والحكمة، وأن الأمور تأتي بمقاديرها في الوقت المناسب الذي حدده الله سبحانه وتعالى، فوقع على الصلح. وكان صلح الحديبية الذي حمل من الأسى والحزن في قلوب المسلمين ما حمل، لدرجة أنه حين قام اتفق معهم على أن لا يعتمر، وأن يعود في السنة القادمة ليعتمر عمرة القضاء السنة السابعة للهجرة، ولكن هذه المرة لا يدخل. تنازل، هكذا رأى فيه المسلمون، ولكنهم سلموا الأمر لله من قبل ومن بعد، ومشوا معه في القضية، ورجعوا في طريق رجوعهم من الحديبية إلى المدينة. يعلوهم الأسى وأثقلتهم الهموم، وشعروا بمعنى أن يقدم الإنسان المسلم تنازلات القضية لم تكن شخصية، ما كانت قلوبهم تقف عند تلك النواحي البسيطة الضئيلة في حياتهم. كان رقم واحد في حياتهم كلمة الحق، رسالة الإسلام، عزة الدين. ما كانت العزة قضية شخصية بالنسبة لهم تتعلق بشخوصهم أو بأسمائهم أو أحسابهم أو أنسابهم، القضية كلها متعلقة بذلك الدين الذي أخذ منهم القلوب والعقول. وهذه نقطة مهمة ونحن في بداية تدبر السورة. الدين بالنسبة لهم ما كان شيئا ثانويا يعيشون على هامشه، ما كان شيئا فقط موسميا يتحمسون له في يوم ثم يتركون بعد ذلك في الأيام الأخرى، أبدا. كان حياتهم، كان قضيتهم، كان مصيرهم، ارتبطت مصائرهم وحياتهم وشخصياتهم بهذا الدين، فسلموا الأمر، رأوا فيه تنازل. ولكن مع ذلك حين حقت الحقيقة وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حلق وانتهى من الموضوع، ساروا معه، سار فساروا معه، ركب فركبوا معه. وفي الطريق نزلت هذه السورة العظيمة، وتهلل وجه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قولته المشهورة في الحديث الصحيح: نزل علي سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها، سورة الفتح. فلما أعطاها الله هذا المسمى صارت سورة الفتح. كثير من كبار الصحابة جاءوا إليه يسألونه: أو ذاك فتح يا رسول الله؟ هذا اللي إحنا شفناه تنازل، وذاك الذي رأينا فيه ضعف، وأعطينا فيه من التنازلات ما أعطينا، الله سبحانه وتعالى يسميه فتحا؟ قال: إي وربي إنه لفتح. الفتح ليس ما تقدره أنا وأنت، الفتح هو الذي يسميه الله سبحانه وتعالى فتحا. ولنا أن نتساءل ونحن في بداية تدبر السورة، أكان الفتح فتح مكة؟ فتح مكة ما حصل في تلك السنة، فتح مكة ليس في تلك السنة، بعدها بعامين الفتح ما كان فتح مكة. سورة الفتح تتحدث عن أي فتح؟ صلح الحديبية باعتباره حدث تاريخي ليس ذلك فحسب، أم بيعة الرضوان التي بايعوا فيها على الصدق والإباء والتضحية بكل شيء لأجل رفعة الحق، أم القلوب التي فتحت بالمغفرة والعفو والتوبة وإعلاء كلمة الحق، أم كل هذا معا؟ هذه هي سورة الفتح. التناسب بين أول السورة وكل ما جاء فيها والآيات قد بدأت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وربي سبحانه وتعالى حين يأتي بلفظة إنا يأتي معها بصفاته، صفات جماله وجلاله وكماله. هو ما أنت الذي فتحت، ولا أحد من المسلمين هو الذي فتح، الله فتح لك. وتدبروا معي في الكلمات، قال: فتحا مبينا. والمبين الذي لا ينكره أحد لشدة وضوحه وظهوره وبيانه، هو فتح
بكل المقاييس التي ما رأى فيها المسلمون أول ما رأوا أنه فتح. وهذا يعطينا فكرة أخرى ونحن في بدايات السورة. الفتح في حياتي وحياتك وحياة المسلمين هو ليس ما يأتيك من أموال، لأن المسألة ما فيها أموال هنا. هو حتى حين بايعوه لا مسألة فيها منح، لا فيها مواهب مادية، لا فيها أشياء أخذوها، لا فيها مزايا. تدبروا معي في المزايا التي جاءت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وكيف تطهرت تلك النفوس حتى فتح الله عليها بكل تلك الفتوحات. نحن نقول فتح معناها شيء مغلق ثم فتح. إذن الفتح الذي هو هنا وهو حديثنا في هذه السورة هو لا ينحصر فقط في حدث صلح الحديبية، أكبر من هذا بكثير. القلوب التي انفتحت وانشرحت بالسكينة والإيمان، القلوب التي ثبتت وصدقت مع الله، القلوب التي زادت إيمانا مع إيمانها، القلوب التي تنزلت عليها السكينة، المغفرة، الرحمة، الآيات، السورة العظيمة جاءت بعشرات الأوصاف كلها فتوحات. ثم تلك البشارة التي جاءت في أواخر السورة رفعة وعزة ومكانة ليس فقط للجيل الأول الذي تلقى رسالة القرآن، وإنما لكل جيل يؤمن بهذه الرسالة العظيمة. وتدبروا معي كذلك في ذلك الربط الذي اعتدنا عليه بين أواخر السورة التي قبلها والسورة التي بعدها. السورة التي قبل سورة الفتح سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو سورة عرفت باسم القتال، وإن كنت لا أرى أن واحدة من أسمائها القتال، هي السورة سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أواخر السورة جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه أواخر سورة محمد التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدايات العهد المدني قبل سنوات، وسورة الفتح في السنة السادسة. في بداية الأمر في العهد المدني رب سبحانه وتعالى يقول ليخاطب العباد فيقول وقاعدة عامة: والله الغني وأنتم الفقراء. الله غني عن إيمانكم وعن صدقكم وعن تضحياتكم وعن كل ما تقدمونه لهذا الدين، لأن ظهور ذلك الدين حق وسيكون. هو غني عن كل هذا. إذن من هو الفقير؟ الناس الفقراء لهذا، الناس الذين هم يفتقرون فعلاً إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم ويختار منهم من يرفع هذه الكلمة وكلمة الحق. قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن كنتم لا تصلحون لرفعة هذا الدين وهذا القرآن، والإنسان بطبيعة الحال لا يصلح بأي سبب، بينته السورة أيضا سورة محمد في آخر آية من الآيات، قال: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. بمعنى آخر أن الإنسان، كل الناس ممكن في لحظة من اللحظات يبخل، يتراجع، ما عنده استعداد أن يضحي لأجل هذا الدين، سواء كان بمال أو بوقت أو بجهد أو بنفس أو بروح، ممكن جدا. النتيجة قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا ما استطعت أن تضحي لأجل هذا الدين ورفعته، النتيجة ستكون عملية استبدال، ربي سبحانه وتعالى سيبدل، أنت غير مستعد لأن تكون في الصف الأمامي. النتيجة لن تكون في ذلك الصف، سيحل أحد محلك. إذن منذ بدايات العهد المدني نزلت هذه السورة العظيمة سورة محمد عليه الصلاة والسلام لتجهز المؤمنين: أنت على استعداد أن تكون في الصف الأول أم لا؟ لأن وجودك في الصف الأول وأسبقيتك في أن تكون في الصف الأول إلى جانبه صلى الله عليه وآله وسلم
هذا في عهده، في عصر الرسالة، وإلى جانب الحق في أي عصر وزمان. هذا شرف ومكانة، ويحتاج ذلك الشرف أن تكون من مواصفات النفوس اللي تكون معاه، أن يكون فيها صدق وقدرة على أن تبذل، لا تتناسب مع البخل. إشكالية في البخل أنها تمنع الإنسان من أن يقدم شيئا، وهذا الدين وهذا القرآن لا يقبل إلا أن تقدم له كل شيء. وهذه معنى البيعة التي سنأتي عليها، بيعة الرضوان. إذن ما جاء بعدها في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وما جاء من مدح وثناء على الرعيل الأول الذين عاصروا الرسالة ما جاء هكذا، جاء نتيجة لأنهم ما بخلوا بشيء على هذا الدين، في تضحية، في استعداد للبذل والعطاء. والإنسان لا يبذل شيئا إلا حين يكون متأكدا تماما أن ما سيأتيه مقابل ما بذله أكبر وأعظم، أعظم في كل شيء. وجاءت سورة الفتح بعدها بقرابة 5 سنوات لتبين للمؤمنين أن ما بذلتموه ما راح هكذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتدبروا معي في الآيات، قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل سكينة، والسكينة كما يقول ابن القيم من منازل المواهب لا من منازل المكاسب. يعني ماذا من منازل المواهب لا منازل المكاسب؟ ليس عملا أنت تكتسبه وأنا بأيدينا، هذه منحة، هذه موهبة، منحة تعطى من من؟ قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمن، الله سبحانه وتعالى. وسنأتي عليها في مواضعها بتفسيرها وتأويلها. أنزل السكينة، الرب الذي أنت بذلت لأجله كل شيء، ما تركك خاليا، ما تركك هكذا مضطربا. السكينة تأتي مع الاضطراب، مع القلق. حين رحل المسلمون وفارقوا منطقة الحديبية يرجعون إلى المدينة، ربي سبحانه وتعالى الذي ضحوا لأجله ما تركهم في حزنهم وألمهم، ولا الشعور بالخيبة أو عدم الانتصار أو الشعور بالانهزام ولو لحظات. قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وتدبروا معي آيات السكينة 6 في الكتاب، 6، الآية الوحيدة التي نصت على الظرفية المكانية فقالت أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هذه الآية تشريفا وتكريما للمؤمنين. السكينة هو ما أعطاها لك، لأن مواضع الأخرى اللي جاءت فيها السكينة وسنأتي عليها يقول أنزل السكينة أو سكينته عليه وعلى المؤمنين، ولكن لتشريفهم لما بذلوه وما قدموه رب سبحانه وتعالى ما أنزلها عليهم، أنزلها في قلوبهم. شوفوا المنازل لمن تعطى. الآن بدأت عملية الثواب والشعور بثواب التضحية. أنت حين تضحي أو تفعل شيئاً لله لا يخالج قلبك أو فكرك أنك خلاص ضحيت فذهب ذلك الشيء ولن تجد له بديلاً، ما عند الله خير وأبقى. أنت ماذا تركت؟ ما تركته لله لا يمكن أبداً أن يتركك الله دون أن يعوضك. أنت تتعامل مع ملك الملوك سبحانه، ولذلك الآيات ستأتي: ولله ملك السماوات والأرض. أنت لا تتعامل مع أحد خزائنه محدودة، أنت تتعامل مع من له ملك السماوات والأرض. فانظر حين يرضى عنك كيف وبما سترجع. قال: أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، الآيات الأول في حقه عليه الصلاة والسلام وسنأتي عليها، ولكن نحن نتكلم عن الربط بين أواخر سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوائل سورة الفتح. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، والإيمان لا يشترى ولا يباع. قال: ولله جنود السماوات والأرض. أنتم ما أصبحتم جنوداً فقط بذواتكم، جنود السماوات والأرض سخرت لكم. هل هي فقط الملائكة؟ لا، الملائكة
والريح التي هزمت المشركين والأحزاب يوم الأحزاب، والبرد والغبار، جنود السماوات والأرض. وتدبروا معي، حين يكون الإنسان ليس هو فقط هكذا يقف بطوله، وإنما معه كذلك جنود السماوات والأرض، أي ثبات سيكون في قلبه؟ أي شعور بالقوة؟ يعني نحن اليوم في حياتنا المعتادة، إذا قيل لأحد من الناس أو لشعب من الشعوب: ولا يهمك، معك الجيش الفلاني، وقد عرف عن ذلك الجيش شدة البأس أو القوة في القتال وفي الحرب، كيف يكون شعوره بالطمأنينة والسكينة؟ وتخيلوا معي، ولله المثل الأعلى، قال: ولله جنود السماوات والأرض، وتلك الجنود المجندة لا تجند إلا للمؤمنين الصادقين. فكن منهم، تحظى بتلك الحظوة. ما في مكاسب لحد الآن، مكاسب مادية التي نحن في حياتنا أصبحنا شئنا أم أبينا علت على قلوبنا المادية، ولكن تلك المكاسب فيها من النواحي المادية وقريبة وليست بعيدة. يعني المسافة أو الفترة الزمنية بين بيعة الرضوان والمكاسب التي جاء ذكرها في سورة الفتح محدودة، ليلة ليلتين وليس أكثر. تدبروا، قدموا التضحية، بايعوا على الصدق والوفاء، ثم جاءهم بعد ذلك ذلك الجزاء. قال: وكان الله عليما حكيما. وماذا بعد؟ قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. مكاسب حقيقية، مكاسب تجعل الإنسان يدرك أن التعامل مع الله سبحانه وتعالى له لذة لا يمكن أن تعدلها لذة، مكسب في حقيقته. ثم تدبروا معي في أواخر السورة العظيمة، قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من الأجيال اللاحقة، مغفرة وأجرا عظيما. ونزلت بعدها سورة الحجرات العظيمة في أواخر العهد المدني، لتؤسس القلوب على عين التعاليم والآداب القرآنية، أخلاق، سلوك، تعامل، وتبين أن الإيمان ليس فقط كما نعتقد أو يتصور البعض، مجرد أن يبايع على القتال أو التضحية أو مشابه. الإيمان حياة يومية، الإيمان أفعال وسلوكيات تتجدد بالأيام واللحظات. جاءت سورة الحجرات مليئة دستور للأخلاق والتعامل الأسري والفردي والمجتمعي والعملي بكل أشكاله وصوره. هذا التناسب الواضح بين الثلاث صور جاء يبني بناء محكما، بناء الفرد المؤمن، بناء المجموعة والمجتمع المؤمن، بناء يبين أن الإيمان ليس مجرد كلمة، إيمان فعل أخلاق. ولأن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان له من الأخلاق أعلاها ومن الأوصاف أحسنها في كل شيء، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، وإتمام النعمة كما جاء في سور أخرى. هذا الدين اللي اليوم المسلمون في ذلك الوقت كانوا يرونه وكأنه قد حسر أمام صلح الحديبية. صلح الحديبية كان فيه من الشروط كما ذكرنا، واحدة منها أن المسلمين الذين جاءوا للعمرة لا يدخلون للعمرة في عامهم ذلك، شعروا بالهزيمة والانكسار. والله عز وجل يقول: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا الذي أنت فيه يرونه هو هكذا تأخر أو عدم تحقيق للنصر، ولكن الله سبحانه وتعالى يريده شيئا آخر. المؤمن والمؤمنون آنذاك حين نزلت تلك الآيات أدركوا أن المسألة لا تتعلق بتقدير البشر. أهم شيء في حياتك، حدث الحديبية كان حدث مهم جدا، كان حدث الساعة في حياتهم، والقرآن يوجه الأنظار والقلوب. المسألة لا تتعلق أبدا بظرفية معينة كصلح الحديبية. أهم شيء
علاقتك مع الله كيف هي؟ تدبروا في سورة الفتح، يعني صلح الحديبية وما حدث حدث عظيم جدا. لماذا في سورة الفتح القرآن لا يحدثني عنه قدر ما يحدثني عن صفات المؤمنين، قدر ما يحدثنا عن الثبات، قدر ما يحدثنا عن التخوف من المشاغل التي يمكن أن تدفع بالإنسان إلى النفاق؟ لماذا؟ المسألة مو الأحداث اللي بتمر فيك هي اللي تحدد سعادتك أو راحتك أو سكينتك، المهم علاقتك مع الله كيف هي. ولذلك ربي عز وجل وصف هذا الحدث كما قلنا على الرغم من كل التقديرات البشرية التي كانت محيطة به بأنه فتح ونصر وفوز. كيف هذا يكون مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ ثم التفتت الآيات إلى المؤمنين فقال هو الذي أنزل السكينة، والسكينة كما قلنا موهبة من المواهب، لو يبحث الناس عنها في زماننا وفي كل زمان في كل أسواق العالم لا يمكن أن يجدوها. هذه موهبة، هذه عطاء، هذه منها، هذا شيء يتنزل في القلب وعلى القلب. إذا نزل وهي مأخوذة من كلمة سكن، ونحن نقول حتى لما نقول سكن أسكن هنا، يأتي بعد اضطراب وتحرك، ولأنها تتعلق بالقلب فالآية العظيمة تبين أن القلب يضطرب. قلوبنا إحنا البشر حتى وهي فيها الإيمان تضطرب بالخوف بالقلق بالحزن كما حصل مع هؤلاء الأصحاب في ذلك الوقت، بالألم. ما الذي ينزل السكينة؟ هو الذي أنزل السكينة. لماذا ينزل الله السكينة؟ متى أتعرض أنا لتنزل السكينة؟ بقدر ما يكون في قلبك من الإيمان، وسنأتي عليها في مواضعها، وبقدر ما يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى. أرأيتم هذه الأيام والليالي المباركة التي نحن فيها، إذا نزلت السكينة في قلب إنسان مؤمن حولت الخوف إلى أمان وطمأنينة، حولت القلق إلى سكينة واستقرار، حولت المرض والمحنة التي قد يقع الإنسان فيها وهي من أقدار الله عز وجل إلى سكينة. فإذا بذلك الإنسان يسكن ويستقبل الأحداث سواء كانت المتعلقة بالأقدار أو بالكون بقلب لا يعرف معنى الاضطراب، يسمع ويشوف وينظر إلى الأشياء والأحداث الصعبة، ولكن حتى نحن في العامية أحياناً نقول كأن الله سكب أو كأن ماءً بارداً قد سكب في قلبي، خاصة في أوقات المصائب لا سمح الله والظروف الصعبة. من الذي ينزل هذا الماء الذي أنت وأنا نسميه بارداً على القلوب؟ من غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن هي السكينة. قال أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. والسكينة جند من جنود الله سبحانه وتعالى، ينزلها على كل قلب سكن فيه الإيمان وكل قلب صدق مع الله سبحانه وتعالى، فما يعود يعرف الخوف وما يعرف الاضطراب. ممكن الإنسان بطبيعة بشريته يقلق بعض الشيء، يخاف بعض الشيء ممكن، ولكن أن يبقى القلق أو الخوف مصاحبا له في حياته لا يفارقه كظله، هذا لا يتناسب مع الإيمان ولا يتناسب مع اليقين. السكينة تحتاج إلى جزء كبير ورصيد عظيم من اليقين بالله سبحانه وتعالى. فوصفة السكينة ليس فقط أن تقرأ آيات السكينة، هي ليست من الأذكار، بمعنى أنه ليست من الأشياء المذكورة أنك تقرأ آيات السكينة فتتنزل عليك السكينة، لا. ذكر ابن القيم روى عن ابن تيمية أنه رحمه الله كان حين يشعر ببعض الظروف الصعبة التي تمر به إذا قرأ آيات السكينة سكن، ولكن الإنسان الذي لا يعمر قلبه الإيمان لو يقرأ آيات السكينة ممكن 20 مرة قد لا تتنزل عليه السكينة.
إذن هي ليست عملية لحظية، وليست عملية تقع في الثانية أو في اللحظة، هي عملية لها مقدماتها. واحدة من أعظم مقدماتها أن يكون لك رصيد قوي من اليقين بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن به، حسن الظن واليقين بأي شيء، بمعرفتك بالله عز وجل، سنأتي عليها في الآيات. من أين تأتي هذه المعرفة؟ معرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك وسيغنيك ولن يتركك أبداً ولن يتخلى عنك، وسيفتح لك ما أغلق عليك ودونك من أبواب. إحنا في مرات كثيرة في حياتنا ما نشعر أحياناً أن أبواب الدنيا قد أغلقت دوننا، تمر علينا أيام نشعر أن الدنيا كأنها قد أطبقت على صدورنا، وأن الحزن قد جثم على نفوسنا. من الذي يفتحها سوى الله سبحانه وتعالى؟ يفتح. كيف يفتح؟ بما قد سكن قلبك من الإيمان. إذن أول خطوة من الخطوات لتنزل السكينة أن يزداد رصيدك من الإيمان بالله. كيف يزداد؟ تعرف على الله أكثر، تعرف على صفاته سبحانه وتعالى أكثر، استحضر هذه المعاني العظيمة، تدبروا معي حتى في الآيات التي نحن قرأناها، تدبروا كيف أن علاقتك مع الله نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح في أشياء كثيرة فقدها في حياته، ولكن أنا أسألكم بالله، أين ما فقده مقابل ما أعطاه الله ومن نبيه عليه؟ أين ما فقده؟ ولا لا شيء، لا شيء. أرادوا أن يطمسوا ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل ذكره عالياً إلى يوم الدين، ما من أحد يذكر مثله. إذن المسألة لا تنظر إليها بحساباتك القريبة الضيقة المحدودة. العلاقة مع الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يدخلك في علاقة خاسرة. لا يمكن لإنسان يتقرب ويقف عند هذا الإيمان بالله سبحانه ويسأل الله سبحانه وتعالى بصدق ويقين ثم يعود خاسرا، لا يمكن أبدا. استيقن بالله سبحانه وتعالى، اجعل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا يفارقك. بمعنى آخر، تخلص من كل شيء سلبي في حياتك. إذا ضاقت وأطبقت الدنيا عليك، قل سيفرجها الكريم. إذا شعرت بالضعف، قل ربي سبحانه بيقويني. شعرت بالتعب والمرض، كما قال إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين والذي يطعمني وإبراهيم عليه السلام لماذا قال كل ما قال؟ تفكير إيجابي 100%. جاء من أين هذا كله؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أعظم عبادة من العبادات التي تستجلب السكينة في حياتك. أصابك لا قدر الله مصاب، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيبدلني الله خيرا منها، سيفعل الله بي. حاول دائما وأبدا أن تستحضر أن الله لن يفعل بك إلا خيرا، وهو كذلك في كل شيء في حياتك. شيء هذا القلب يعتاده، إذا القلب اعتاد كلما وقف على سجادة الصلاة أن يستذكر ما هو خير له في دينه وحياته وظروفه، حتى لو كل الأشياء من حوله لا تبين أبداً أن هناك ما يمكن أن يبشر بخير. يعني الحادثة اللي قلناها عن الفتح، نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم علت نفسه الهموم، كان في نفسه حزن، صحيح ما أظهره، ولكن هو كان يشعر به ويتألم به. من الذي فتح له كل هذا وغير الأمور ما بين ليلة وضحاها؟ من الذي بدل ذلك الصلح الذي ما رأوه إلا تنازلا، وأصبح ذلك الصلح فتحا مبينا ونصرا عزيزا؟ من سوى الله سبحانه وتعالى؟ الرب الذي يغير الأحوال ما بين ساعة وساعة، قادر وحده لا غيره على أن يغير ما بي وبك. المطلوب لا تتنزل السكينة على قلب إنسان لا يؤمن بحسن الظن بالله، لا تتنزل السكينة على إنسان يريد أن يجرب الله سبحانه، فالله عز وجل لا يجرب إياك. لأن بعض الناس يقول بشوفها المرة،
إذا طلعت منها سلامات خلص. لا يجرب، لا يجرب. كن متيقنا في كل شيء، كن متأكدا أن ما عند الله خير وأبقى، وسير عليها في حياتك. ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هذا القلب الذي يضطرب، نحن اليوم واحدة من أهم مشاكلنا في حياتنا اضطراب القلوب. القلوب مضطربة، والقلوب لا يمكن أن تسكن إلا بذلك الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء بعد ذلك النقد والتأنيب والتوبيخ لأولئك المنافقين، قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أول وأعظم صفة ذكرها لهؤلاء ما هي؟ قال: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كل هذا أول صفة، ما ذكر من صفاتهم سوى أعطاهم مسمى النفاق والشرك. والصفة الملازمة لهم قال: الظانين بالله ظن السوء، لأنهم ظنوا بأي شيء؟ قالوا: لن يرجع محمد وأصحابه، قريش ستقضي عليهم، انتهى الأمر، القضية محسومة، قريش عندها القتال والأدوات والعدة وكل شيء، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ما معهم شيء، كيف يمكن أن يقفوا أمام تلك القوة؟ تدبروا معي في ظن السوء. اليوم الإشكالية الخطيرة أيضا في حياتنا اللي باتت تتسرب إلينا ولا أصبحنا لا ننتبه إليها، وهي خطيرة جدا، لأنها واحدة من الدلائل أو الممكن أن تكون الشعرات اللي تبدأ بالنفاق والعياذ بالله، سوء الظن. كثير من المسلمين اليوم على المستوى الخاص أو المستوى العام ينظر إلى حياة المسلمين اليوم على سبيل المثال فيقول: ما الذي سيغير من حال هؤلاء؟ فقر وتعب ومرض وتهجير وتقتيل، ما الذي سيغير؟ الذي غير من قبل قادر على هذا. لا يخالجك شك في أن الله سيغير الأحوال، المهم أنك أنت تكون قابلا لأن تتغير نحو الأفضل. هذا غير مجال للسؤال، أن الله سيبدل الأحوال وسيغير الخوف أمن، وسيبدل الفقر بالغنى، وسيعطي سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه مجال السؤال. المهم قابليتك أنت لأن تتغير نحو الأفضل، وهذا ما تطرحه آيات سورة الفتح. نكمل في اللقاء القادم بإذن الله.